بونسوار، حنا اليوم كاينين في لوفيرتور تاع مانغوس شو، وبصراحه لا فيل ديالنا ديال اكادير محتاجه بزاف بحال هاد لي كونسيبت، وما كاين غير النشاط. على توت فاصون ما عمرنا كان عندناش شي قنت فيه دينا سبيكتاكل يكون بعض لومبيونس فاميليال وجمع كاع لي جون تاع اكادير. سوزفاك اكادير راه غادي وكيتقدم تبارك الله عليه. ميرسي بوكو، ا تري بيانتو مانغوس. بزاف بالافتتاح ديال المحل ديالنا الجديد، المحل اللي هو الاول من نوع ديالو في مدينه اكادير. الوغ اكادير الصراحه هي محتاجه لهذا النوع من الاستثمارات، واليوم قدرنا اننا نحققوا هذا الحلم هذا ونستثمروا في بلادنا وفي مدينتنا اكادير. سو كنتمنى انني نكونوا على عند حسن الظن ديالنا وعند حسن ظن ناس اكادير، وكنقول للناس كاملين مرحبا بكم عندنا في مانغوس شو.